اللي تخرج نصاف بن علي وتقول انه المنظومة الصحية في تونس في بلادنا العزيزة انهارت. نجاوبك عليها يا مدام نصاف بن علي، راك تبكي ودموع تماسيح هذاك كله، باش نقول لك علاش دموع تماسيح؟ لا لا، خاطر كي تسيب لي الحدود انت باش تعمل لي كوفر فيه وتسيب لي ميمه الحدود وتوريست قاعد جاي، على شنو باش تبكي انت؟ كي انت ميمه نحن كي صارت عندنا الازمه ذي نتاع الكورونا، عباد دول عامله كوموند نتاع دويات نتاع لي فاكسان قبل بسته وبسبع شهور. اي وينك انت من هذا باب الغالي؟ وينك سي قايس عايد تضرب في النوم باب الغالي؟ نحي عليك الجرية والمخدة وهبت الأرض الوطن خويا، هبت عيش الواقع في الكياس، أنت وينك؟ توا جيت ولينا نطلبوا هنا، بالله بجاه ربي كان عندكم شوية فاكسان فرض عليكم بالله جيبوهنا. يهديك الله، دولة منهارة جملة، دولة منهارة، عباد تموت، عباد كل يوم قاعدة تموت قدامك، شنو المشكل؟ راهو عيب كبير، واحد والديه، واحد كل يوم يفقد في أمه، يفقد في أبوه، يفقد في خالته، يفقد في ماماته، يفقد في عزيزه، في عمه، في أصحابه، في أقرب الناس ليه، أي ذي عادي يعني نورمال. شكون حاسس بتونس حسب رايك؟ والله اللي حاسس بتونس العباد الزويبله اللي يعيشوا فيها، اللي محرومين، اللي ما مش قاعدين باش ياكلوا، اللي ما لقاوش باش ياكلوا، هذاكم اللي حاسين عليها. بالنسبه للسياسيين، بالنسبه للسياسيين اللي ترى فيهم ما مش حاسين، من اللي خرج بن علي ربي يرحمه وربي يكرمه والله يرحمه، ما عندناش حتى انسان سياسي قادر باش يخد البلاد في الفتره هذه الحاليه. من بلاد 3000 سنه حضاره، 3000 سنه حضاره، يهديك الله. السبيطارات على الاخر منظومه صحيه مش بيعت، باش نكلمك باش نحكي معك من الاخر، منظومه صحيه اصفر. الفلاحه كترى فيها كيفاش، عباد تعاني من الخش باش تاكلك، واش عامله ضراب وخبز ما فماش. باش تمشي تخدم انت عندك الاكتاف، تنجم تجعل تدفع جعاله باش تنجم تخدم، مرحبا. ما عندكش ميمه ربي معك سبحان الله خير، تكون من الزبله حاجاك. المقيمين بالخارج في كل مرة نلقاو واحد يطلب في نداء استغاثة ويقول عاونوني راني باش عندي تجهيزات مثلا في الخارج، نحب ندخلهم للبلاد، نحب نعاون بلادي، نحب نقفل بلادي، لكن راني لقيت تعطيلات. هذه دولة فاسدة، السيد جايب من برا ديزاباري اكسجين للناس باش يعاون لله ويرحم والديه ويرحم والدين، كل انسان باش يعاون، يوصل هنا يطلبوا عليه في الديوانة 100 مليون عليه؟ هذه دولة؟ هو باعث باش يعاون، نحن ما عندناش، وزيد تطلب عليه الدولة شنو معناها؟ يعني الدولة فاسدة، دولة فاسدة مبنية على الفساد لا أكثر لا أقل. المنظومة في تونس باش تنهار ومازالت باش تنهار، لأن اللي يحكموا فينا سريق وسهلة ياسر العملية ما فيها حتى شيء، 217 نايب كان كل واحد ترشح على دايرة يدوروا في الانتخابات، عاونونا وانتخبونا ونعاونوكم ونعاونوكم، فيهمش واحد جي عطى اقتراح قال لهم كل واحد ترشح على دايرة ولا معتمدية ولا حاجة، أكيد فيها مستوصف فيها سبيطار فيها، يمشي ياخذ آلية تاع سبيطار أكسجين تاع معدات تاع سبيطار ويحطهم في السبيطار، موش طالب باش يعاون العباد، يعاون البلاصة هذيك اللي ترشح منها، فيهمش واحد هكا، كان العار كسبني ونسبك، الناس الكل تفرج فينا تضحك علينا، تونس اللي كانت من أعز دول عندها هيبة وعندها واحد ولت من أقل أثيوبيا، كنا نضحكوا على أثيوبيا نعاونوا فيهم بالمقارون ولا تعاون فينا، ما شنو يعني مش كان الصحراء متهري. التعليم متهري، النقل متهري، البارح يحكيوا على الحجر صح، اتحاد الشغل عام 300 واحد لاصقين بعض، شكون يطبقوا على القانون؟ يطبقوا كان عصاويلي راه، احنا نمتثلوا ما عنديش حتى مشكلة عادي ياسر نمتثلوا، يسكر نسكر وحل نحلوا ما يقلقنيش، أما هم ما عندهمش كورونا غادي فماشا، في سوسة ما مشتش الكورونا، راحت كي جات اتحاد الشغل ما راحتش. المؤسف انه زاد ليبيا قررت باش تغلق الحدود نتاعها البريه والجويه مع تونس. انا كتونسي كي نسمع الاخبار هذه نتاسف، والله العظيم نتاسف، والله تشدني ماجع. ليبيا تسكر، ولو نحترمها ليبيا كدوله شقيقه وكل مسيرج ما عنديش ما نقول، اما ليبيا توصل تسكر على تونس تاخذ مبادره بالسكر اللي هي وقت هي مريضه، وقت لهم احنا يجيبوا فيهم لا يعملوا في تحليل، لا حتى شيء يدخلوا ديريكت. اكثر دوله عاولت ليبيا هي تونس. هما عملونا بالعكس، حتى الدولة شدوها ناس صحاح، هاو تحب الصراحة، شدوها ناس صحاح، ناس تقف على بلادها، ناس تحب تخدم بلادها، ناس تحب تنظم بلادها، هذوما هم، احنا شادين كم شهر أربعة سريق يحكموا، هما اللي ياكلوا، هما اللي يتصرفوا، هما اللي يدوروا الفلوس، هما اللي سايبوا الاقتصاد يتحكموا فيه، عاجة رجال الأعمال تحب تسكر تسكر، تحب تحل تحل، لا العبد الزوالي هذا مش حاسبينه جملة وتفصيل، ما على بالهمش بآخر اهتماماتهم، تعرف وقت ايش يهتموا فيه؟ في حالة واحدة، كي تجي تعاود الانتخابات يولي الزوالي يدقوا على الدار. واش نحوالك؟ واش تستحق؟ واش نعطيوك؟ واش ما نعطيوكش؟ جيش واحد ماك النواب الكل 217 عمل مبادره في المجلس وقال اسمعون اختارنا من العرك والمشاكل نحطوا على جنب. كل واحد ترشح على بلاصه يمشي يعاون المستوصف اللي فيها ولا السبيطار اللي فيها يجبد من شهادته ويعاون يشتري اللي كتب من ربي.
تو توصلي بيس هم انت تاعنا هو يبيع وياخذ فلوس ويحطها في جيبه زويلي ياو امشي اي واحد محتاج ياو تقولوا عاوننا باش نعاون السبيطار يقول لك تفضل اللي عنده يمدل لكن اللي وصلت له بلادنا حاجه توجع برشا مش توجع تبكي تحزن شنو كان فهمها كان فهمها تعبير اخر نقوله لك مش تحزن مش تبكي شنو تحب اي كان فهمها تعبير اخر نقوله لك تحشم مش طريق كنت كي يسالك واحد تقول له تونسي تفتخر تقول تونسي بلد كان فيها امن الامان وكل شيء تو شنو تحب تسمع في حاجات ما تصيرش راه في تونس تو فما شكون ينجم يمشي بعد الستة متاع العشية فماش نصاف بن علي أعلنت صراحة أنه قالت أنه المنظومة الصحية في تونس انهارت شنو هو تعليقك كي تسمع حاجة كيما هكا تعليقي هو نتأسف هنا هي المنظومة الصحية انهارت بطبيعتها والدولة متاعنا واقفة تتفرج وتكذب على الشعب تكذب على الشعب كل مرة يطلع واحد يقول لك أنا جبنا التلقيح ونجيبوا 3 ملايين أو مش نجيبوا زوز ملايين نجيبوا مليون عدينا كذا رخص كذا تتفوت اللحظة ذيك تولي ما عادش يطلع واحد آخر عاود يقول لك مش نجيبوا 3 ملايين أو مليون وما فما حتى شيء قاعدين نستنوا في الإعانات من برا حتى يتمزوا علينا ويعطونا نحن التلقيح التلقيح بفلوسنا مش نشارينه قالت الفلوس ما فماش سرقينها كبارة البلاد ونحن قاعدين نتفرج شكون هنا المضر فيها هو الشعب التونسي الزوالي مضرور ما عنده ما يعمل بيدي حتى شيء السياسيين قاعدين يتعاركوا جيب لي نهار سياسي اللي هو دافع على الشعب يقول له لا ينزلنا نعملوا معمل كذا ينزلنا نعملوا طريق كذا ينزلنا نعملوا كذا نعملوا كذا لا نهار كل ذاك بيك ذاك عليك هذه كلها سياسات خارجية وكل واحد جيبدو سياسة خارجية من نوع وياخذوا في الفلوس ويهمشوا في الشعب التونسي كل واحد بطريقته راهو انت حد شغل عمل مؤتمر تاعو قالت المحكمه ما تعملش مشى وزير الصحه اعطاه ترخيص شكونك انت باش تعطيه ترخيص وعلاش تعطي فيه في الترخيص باش يعمل منظومه باش يعمل مؤتمر بتاعو اكل البذخ اللي فيه وكل شيء اللي باش تعمل به مؤتمر انت البذخ وكل شيء صرفته على جهه من جهات وعاونت بها السبيطارات وكل شيء هابط على الاكسجين وكل شيء عطيته انت للصحة باش تعاون الشعب ما قلت انت دافع على الشعب وعلى العميلة والكاحدة وكل شيء العمال وكل شيء هذاك كله ولي صاي ولي نشوف فيه بعينينا تو كل شيء نشوف فيه بعينينا ما نجمو نعملوا حتى شيء مسيو نحكيو على ابناء الجالية بالخارج كلهم يوجهوا في نداء استغاثة يقولوا احنا متجندين باش نعاونوا تونس وباش نوفروا الماتريال وباش نوصلوا الاجهزة للبلاد لكن يعانيوا من مشاكل الديوانة والتعطيلات والاجراءات اللي تصير في الوسط هذيك حاجة اخرى هما يجيبوا هنا في الديوانة يوقف لك انت انا قلت لك باش نجيبها لك هذه هبة للسبيطار علاش توقف لي فيها اي تهزها وتبرر خرجها انت واعطيها للسبيطار يجي معايا ابعث معايا ديواني كيما يعملوا فما حاويات كي يجوا باش يهزوا المغازه كل شيء ابعث معايا ديوان ابعث معايا ديوان انت وشوف لي كيف باش نقبلها انت للدوله انا للسبيطار لا منظومه اخرى قلت لك راهي اختي كلها منظومه مربوطه ببعضها كلها دايره مربوطه ببعضها وكل حد بطريقته كل حد شكون يخدم راه زاد الجهه من الجهات قعد الشعب كيف الله غالب مؤخرا عملوا مركز تلقيح يسوى 1,900,000 تقريبا في وقت وجيز لو كان صار في صفقة عمومية مثلا ولا في حاجة كما هكا في صفقة عمومية ما جينا صفقة فاسدة ويتكلف أكثر وأكثرين الفساد في الصفقات خاطر ما يهموش فيها هو يجي باش يعدي لك مدير صفقه يعدي لك ارخص الاثمان ويجي يشريه كما قلت لك اجندات خارجيه تشريه بالفلوس وتعدي له حشاك حاجات اللي ما تسواش كلها فاسده ما عادش تصلح حتى الماتريال ما عادش يصلح يعديه لبلادنا وما يهموش هو خذ الصفقه ذيك خذيه على روحه ومشي على روحه ونحن نقعد هكاك قلت لك ديما نعاني في الشيء اللي قاعدين اللي هذا يجي يبيع يعطيه زوز فلوس زوز فرنك انت المنظمات تقول ما راهش اي تونس قال لك إيه برسكي قريب هي الاولى في الرشوه في الواحد الحكومه تتحمل مسؤوليتها كامله وشويه من الشعب استهتار منه في موضوع يلبس البافيت يعمل الجال ينقص من الاكتظاظ من لمان برشا حاجات وميم تو زاد الحكومه عندها دور كبير ياسر خاطر كان خدموا لارواحهم راهو ان شاء الله ما يصيرش اللي صار بينا كيك فئه كبيره من التوانسه يحملوا المسؤوليه للحكومات المتعاقبه
بالطبيعة من الثورة وانت راجع التالي وانت راجع ماشي القدام ما ثماش ناس خدمة الأرواحها في جميع القطاعات لو مش كان في الصحة تعليم صحة موتى برشا ثماش حاجة كلي عملوها صحيحة وموجودة انا قاعدين نجنيو في الثمار متاع الخدمة متاعهم. علاش مقيم بالخارج كي يجي باش يقدم مساعدة لتونس يتم تعطيله؟ والله كالعادة نرجع الحكاية كلها نمشيوا للحكومة المنظومة كاملة قاعدين نتعاركوا كان في المجلس النواب ومشاكلنا وهذيك ما رينا حتى شيء. نجموا نحكيوا على منظومة صحية منهارة واحنا لمينا تقريبا 6000 مليار في وقت وجيز. نسأل الحكومة اللي لمتها ساعيك وين مشات الفلوس هذيك والناس اللي جت في وقت هذاك فهمتني ولا مو وقت هذاك نتصور الوزير نتاع سي عبد اللطيف المكياك ولا نسأل وين هزوهم الفلوس هذوما تشوف العباد قاعده تموت كل يوم مستشفيات لا علاقه تعليم لا علاقه ناس تموت كل يوم ان شاء الله ربي يرحمهم اللي تكلفت الحكايه الكل كلفوها على الشعب. وقت اللي تسمع انه ليبيا غلقت معنا علينا الحدود نتاعها بري وجوي شنو تقول؟ والله عندهم الحق الموضوع صحيح معنا. علاش؟ ايه بالطبيعة احنا كان ما حليناش عامنا ولا راهي الامور ما صارش فيها هكا. هاي هما جرايرهم هما ريتها جراير شنيا احنا امورنا زيرو حالات معناها في المرض. عملوا هكا حلوا في اخر مرحلة حل هكا هكا ترى في العرض كيفاه تو شكون باش يفضها تو كان ربك سبحانه. كاو معناها كي سكروا عندهم الحق. فئة كبيرة اليوم من الشعب التونسي حمل المسؤولية للحكومات الفاشلة المتعاقبة. حكومات فاشلة بطبيعة ما فاهم حتى واحد صالح في البلاد هذا. شنو يعطيني أنت دليل الحاجة اللي عملوها باهية من البداية هما. نفرضوا احنا نقولوا هما باهية. معناها وجوهم به. شنو هي الحاجة اللي عملوها باهية؟